هنأ التجمع اليمني للإصلاح الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية 22 مايو وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني قال إن ذكرى الوحدة تأتي هذا العام بوقع خاص ومختلف عن سابقتها منذ الانقلاب في العام 2014 إذ تأتي هذه المرة إثر مجريات سياسية وطنية هدفت إلى توحيد الصف الوطني الجمهوري المقاوم للانقلاب كمعالجة ضرورية للتباين الذي انعكس في مجمل الأداء وتحديدا في معركة استعادة الدولة اليمنية وأشار العديني إلى أن الذكرى تحل وعدن الباسلة التي شهدت لحظه اعلان الوحده تستعيد دورها الوطني كحاضنه لتحرير كل اليمن، واوضح العديني بان عدن تستحق الوفاء والاسناد وبالقدر الذي يمكنها يمكنها من ان تكون عاصمه جامعه للجهد الوطني ومركزا لمواجهه الميليشيا الحوثيه، واكد العديني ان الوعي الوحدوي والنضالات التكامليه لمناضلي سبتمبر واكتوبر كان الرافعه الرئيسيه التي مكنت اليمنيين من تجاوز ضعفهم والانتصار على الإمامة والاستعمار وهو ما يحتاج إليه الشعب اليوم ودعا العديني كل القوى السياسية إلى تجاوز الماضي والسعي نحو بناء دولة حقيقية لليمنيين دولة تضمن لهم جميعا حقوقهم المعيشية وتكفل حرياتهم السياسية